ولنقاش ملف تماطل الأحزاب السياسية في تلبية مطالب المتظاهرين وعرقلتها بإجراء انتخابات مبكرة، انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك أختي العزيزة، حياك الله ضياك. دكتور، وفقا لمعهد هيدسون الأمريكي للبحوث والدراسات، فإن الأطراف السياسية في العراق المرتبطة بإيران لا توافق على إجراء انتخابات جديدة. ما الخطر الذي يمكن أن يشكله إجراء انتخابات مبكرة على هذه الأطراف لكي ترفض إجراءها؟ التقرير سليم 100%، وليس فقط هذه الأحزاب التي ذكرها التقرير فقط، بل كل أطراف العملية السياسية ليس في صالحهم بالمرة إجراء انتخابات جديدة مبكرة أو حتى غير مبكرة، وذلك لسببين أساسيين. أولا، أن الشعب العراقي أدرك حقيقة وضرورة عدم تكرار هذه الوجوه بالمرة. الشيء الثاني، الخلافات البينية ما بين هذه الأحزاب تحول دون الوصول إلى أي آلية ممكن أن تكون حتى لو قليل فيها صالح لهم، لأنهم خاسرون المستقبل بكل المقاييس. لذلك أتوقع أن سيسعون إلى عرقلة أي صيغة تهيئ إلى انتخابات قادمة خشية على أماكنهم. ما مدى أهمية استمرار التظاهرات وانعكاساتها على المشهد السياسي في العراق؟ التظاهرات تعني الثورة، ووجود الثورة تعني إرادة عراقية مستمرة بذات الاتجاه والآلية إلى تغيير العملية السياسية. هو هذا الشيء الأساسي الذي يوقظ مضاجع العملية السياسية ورموزها. إذا بقاء الثورة بأي شكل كان، كما قال تقريركم، لأسباب صحية أدت إلى تقليل الشكل الظاهري للتظاهرات، ولكن الثورة الآن هي في كل مكان وفي كل بيت عراقي، وهذا أحسن ما وصلت إليه الثورة من نتيجة، بأنها متقدة في داخل النفوس وداخل البيوت. إذا بقاء الثورة يعني بقاء الإرادة العراقية القوية الوطنية للتغيير. كيف يفسر تأخر رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في حسم هذا الجدل القائم وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، خصوصا أنه كان قد تحدث في خطاب تنصيبه أنه سيكون هنالك انتخابات مبكرة؟ هو بالتأكيد واهم إن كان يظن 1 بالمليون أن يقدم شيء من خلال العملية السياسية. وكل واعي وكل متبع لحقيقة العمل السياسي بالعراق بعد 2003، وعارف إلى حقيقة ترتيبة العملية السياسية القائمة، هي عقيمة لن تجني تغيير حقيقي بالمرة. واحد. اثنين، أن الضغوط التي تمارس من قبل القوى السياسية المؤثرة، الفاسدون ورؤوس الأموال العفنة والأطراف المرتبطة بدوائر خارجية كإيران، جميعها لا يسمح إلى إجراء التغيير الحقيقي، لأن ذلك سوف يفقد إيران فعاليتها في العراق، وتفقد بالتالي إيران فعاليتها في المنطقة عموما. وهذه الأحزاب بالتأكيد سيرفضها التاريخ ويرفضها الشعب وإلى مزبلة التاريخ. لذلك العملية السياسية يمكن أن تنتج من ذاتها حالة تغيير، لأن التغيير هي إنهاء وإدانة كاملة للعملية السياسية وشخوصها. وكاظمي هو أحد إنتاجات العملية السياسية، وبالتالي واهم من يتوقع من الكاظمي شيء من خلال الآلية القائمة في العملية السياسية. مع اعتراف واشنطن بتغلغل وسيطرة وكلاء إيران على السلطة في العراق، برأيكم لماذا يستمر الدعم الأمريكي للحكومة وللعملية السياسية ككل، رغم علمها بتحويل جميع الموارد في العراق لإيران؟ حقيقة الأمر، أن إحدى المرات التقيت بأحد الاستراتيجيين الأمريكان المتقدمين في مركز دراسات متطور وتعتمد عليه الإدارة الأمريكية إلى حد معين، فقال لي بالنص، قال: دكتور، أتريد الإدارة الأمريكية أن تظهر للآخرين أنها قد أخطأت في هذه العملية السياسية؟ أي بمعنى أن أمريكا تحاول أن قدر الإمكان أن تظهر وكأن ما قامت به من عملية سياسية صحيح، وبالتالي ليس من السهل على أمريكا أن تقتنع أن فعلها في العراق ب 2003 صعودا كان خطأ.
هذا من جانب. الجانب الآخر، أمريكا بالتأكيد تسعى إلى التغيير، ولكن تتحايل الفرص وتنتهز الفرصة الملائمة، سيما أن أمريكا غير مستعجلة كثيرا كما هو حال العراقي الجائع والعريان. لأن أمريكا النفط سائر باتجاه الشركات الأجنبية، ووضع العراق بعيد عن أي فعل مؤثر على الكيان الصهيوني، ومصالح أمريكا في المنطقة مستقرة نسبيا، وبالتالي ليس هناك قلق على أمريكا. إذا أمريكا أمامها متغيران يحلان دون أن تكون لها فاعلية سريعة، وهي أن العملية هي من إنتاجها ولا تحاول أن تبدو كأنها خاطئة في الإنتاج. اثنين، أن المصالح الأمريكية غير مضرة تضررا كبيرا، ولكن لا يعني هذا أن الأمر سيحتتم أكثر بأكثر بالتقاطع ما بين أمريكا وإيران، وستؤول الأمور إلى أن لابد هناك صدام أكبر أوسع، تكون لأمريكا فاعلية بها أكثر، تنهي الوجود الإيراني في العراق سواء بالأحزاب السياسية المترددة أو بالفصائل المتمردة. بعد 6 أشهر على إقرار قانون الانتخابات، فضلا عن عرقلة إقرار الملحق الثاني من هذا القانون في البرلمان، ما السيناريوهات المحتملة بعد هذا الجدل القائم حول الانتخابات؟ التغيير الحقيقي عن طريق البرلمان لن يأتي ولن يمر بالمرة، كما قلنا، لأن الأحزاب السياسية مقتنعة أن أي تغيير حقيقي سيؤول إلى خسارة كبرى لهم، وحتى ما يسمى بالتعديل الدوائر والذي يحصل على الأصوات، أكثر الأصوات يكون فائز، والآلية السابقة المعهودة تلغى والسان ليغو تلغى، وبذلك سوف ينقطع الأمل في إعادة تنصيبهم وعودتهم إلى الحكم، وبالتالي لابد أن تعرقل. اثنين، أتوقع المآلات تصير باتجاه التصعيد العسكري أكثر من غيره، لأن الإدارة الإيرانية والأحزاب المؤيدة لها افتقدت الجانب السياسي المؤثر، ولم يعد لها الشعبية التي كانت منذ السنين الماضية، وبالتالي لابد أن تلجأ إلى القوة، وهو الحال القائم الآن باللجوء إلى الصواريخ ولا اغتيالات وما شابه ذلك. هذا يؤدي بالجانب الأمريكي إلى تصعيد الجانب العسكري بالمضاد، وبالتالي أتوقع أن هناك احتراب سيكون بين العناصر المؤيدة لأمريكا، سواء مباشرة الجيش الأمريكي أو الجيش العراقي عبر دوائر مختلفة مالته، وبالمقابل هناك الفصائل المؤيدة لإيران هي الأداة المقابلة في الخندق الآخر. إذن الاحتدام العسكري قريب وآتي. شكرا جزيلا لكم دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف.